بعد أيام من تعرض منشآت شركة أرامكو السعودية للقصف بطائرات مسيرة، تظهر التحقيقات الأولية أن الطائرات انطلقت من مكان شمال السعودية وليس جنوبها كما كان يعتقد، إلا أن ميليشيا الحوثي لا تزال تصر على أنها هي من نفذ الضربة. أهلا بكم إلى فضاء حر. فور الإعلان عن العملية أعلنت ميليشيا الحوثي مسؤوليتها عن الحادثة، وحتى الآن لا تزال تتمسك بموقفها، ويتحدث مسؤولوها عن نوع الطائرات والصواريخ التي استخدمتها في العملية، على الرغم من أن كل المؤشرات تؤكد أن الفاعل ربما يكون جماعات عراقية موالية لإيران. هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن حادثة قصف منشأة نفطية سعودية قبل أشهر، ثم أثبتت التحقيقات أن الطائرات المسيرة المستخدمة في العملية جاءت من العراق، وهو ما يضع سؤالا حول سبب أن تسارع ميليشيا الحوثي لتبني عمليات لم تنفذها، وما الغرض من ذلك؟ يقول البعض إن الجماعة تحاول من خلال هذا السلوك تحقيق أهداف عدة في آن واحد، فهي من جهة تريد الإثبات لأتباعها أنها قوية وقادرة على إسقاط السعودية كما تبشرهم بذلك منذ زمن، وهو ما يمكن الجماعة من حشد المزيد من المقاتلين، ومن جهة أخرى تريد الإثبات لطهران أنها جزء فعال في منظومتها الإقليمية كما يقول كثيرون. على الجانب الآخر، هناك من يرى أن عدم صحة تنفيذ الحوثيين للعملية لا يلغي كونهم قادرين على فعل ذلك، طالما وأنهم سبق وأن استهدفوا عددا من المواقع الاستراتيجية للسعودية. للنقاش حول هذا الموضوع سيكون معنا من أمستردام أستاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان، ومن بيروت الناشط السياسي طالب الحسني. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكما السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الحسني. الحوثيون تبنوا عملية استهداف منشآت أرامكو السعودية، لكن التحقيقات الأولية أظهرت أن المنفذ ليس الحوثيين. لماذا هذا الإصرار على تبني العملية؟ نعم، أولا مرحبا بك وبالدكتور عبد الباقي شمسان وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك. علينا ألا نستبق التحقيقات، و ما تقوله في أنه أثر التحقيقات، ليس هناك تحقيقات، هناك إعلان سعودي وإعلان أمريكي، لكن ليس هناك تحقيقات. ثم أنه الموضوع متعلق باتهام العراق، والعراق نفت، والولايات المتحدة الأمريكية بالمناسبة بومبيو هو أعلن أنها من إيران هذه الضربة قبل، يعني قبل أن تعلن تحقيقات، قبل أن يعلن السعودي، قبل أن وتبنوا أنها من الولايات المتحدة الأمريكية. لن نتوه في هذا الحديث كبير، وعلينا أن ننتظر، أولا علينا أن ننتظر التحقيقات. لكن سأتطرق إلى موضوع هل الطائرات المسيرة وصناعتها والصواريخ البالستية أو تطويرها معجزة لا يمكن على الإطلاق صناعتها، وليس هناك تجربة في المنطقة على الأقل، إما في المقاومات تحدث عن حزب الله أو المقاومات الفلسطينية، حماس، الجهاد الإسلامي وما إلى ذلك. هذا دليل. ثم لدينا سلسلة من الاعترافات السعودية أن اليمن أطلقوا طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، ويقولون أكثر من 200 صاروخ تم إطلاقهم على السعودية، وجزء منهم تصدت لهم السعودية. ثم لدينا أيضا اعتراف آخر أن السعودية استهدفت، مثلما يقول التحالف، استهدفت هناجر تصنع فيها الطائرات المسيرة. فعلينا هنا أن نعود إلى السعودية لتحقق إذا كانت السعودية صادقة أم لا. يعني عندما أعلنت سلسلة مجموعة من الإعلانات أنها تستهدف هناجر لتصنيع وتجميع الطائرات المسيرة، المشكلة ليست القدرة أو الإمكانية، يعني خاصة أن السعودية عندما تم استهداف خط أنابيب ينبع العفيف الدوادمي لم تقول على الإطلاق السعودية أن الطائرات جاءت من مناطق من العراق، أو أنه هناك الحشد الشعبي المتواجد على الحدود العراقية السعودية، إن كان متواجدا
يعني ليس هناك حتى أدلة. حتى الآن إذا كانت الولايات المتحدة لم تسعف السعودية بأدلة دقيقة وصور من الأقمار الصناعية التي ترصد كل شيء كما يقولون، فلا تزال الأمور إذن بحاجة إلى التحقيق. هناك لجان تحقيق، يعني نحن نفهم لماذا تريد السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أيضا دفع الأمور باتجاه إيران في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران، ويريدون التضييق عليها، يريدون استهدافها. هذا أمر يعني نفهمه جيدا. عندما نقول أن أنصار الله أو القوى الوطنية في العاصمة صنعاء متمسكون بهذا الإعلان، لا نقول أنهم اليوم عليهم أن يعلنوا شيء ثم يتبرؤون منه، يعني ليست المرة الأولى التي يعلنوا فيها استهداف السعودية. المشكلة في السعودية هي ضعف السعودية، هشاشة الباتريوت السعودي، هشاشة الدفاعات الجوية. هذا لا نقوله نحن، بل يقوله الأمريكيون. في المؤتمر الصحفي للبنتاغون قالوا ليس لهم يعني هناك ضعف وهناك محاولة لدعم السعودية بمنظومات دفاعات جوية أكثر تطورا أو أكثر لكن في نهاية يعني قدرة المطاف الباتريوت أمريكي سيد الحسني. طيب دعني أسأل ذات السؤال للسيد عبد الباقي شمسان. دكتور عبد الباقي شمسان، دكتور، إذن تبنى الحوثيون عملية استهداف منشآت أرامكو السعودية، ثم أظهرت التحقيقات الأولية أن المنفذ ليس حوثي، التحقيقات الأولية على الأقل، لماذا الإصرار من قبل الحوثيين على تبني هذه العملية؟ أولا أرجو من الإخوة في القسم التقني، أنا لا أسمع الضيف جيدا. بالنسبة صوتي واضح على الأقل؟ الاستراتيجية الإيرانية استراتيجية واضحة، أنا أسمعك بوضوح. طيب سنحاول العمل على حل الإشكالية إذن. تفضل دكتور. طيب إذن الاستراتيجية الإيرانية تقوم على التعامل مع الأذرع كجغرافية إيرانية، بمعنى أن حزب الله في لبنان هو جزء من الجغرافية الإيرانية، النظام السوري والقطاع التابع جزء من الإيرانية من الجغرافية والمجال الإيراني، وهكذا الحوثيين. وفي المستقبل ربما نشهد أيضا جماعات أخرى داخل الجغرافية السعودية. إذن هذه الاستراتيجية الإيرانية تريد السيطرة على المنطقة برمتها، وهناك ما يسمى مكتب مشترك وإدارة للصراع لا يديرها الحوثيين ولا حزب الله منفرد، رغم أن حزب الله يشرف على الحوثيين، هو الذي يدير الملف اليمني بشكل يعني كمكتب إقليمي، لكن هناك إدارة للصراع بشكل كلي. ولذلك ستلاحظ إيران الآن لا يمكن بعد كل هذا التدخل الإيراني في المنطقة، لابد إيران أن تكون عنصر رئيس في أي مفاوضات أو مقايضات بينها وبين المجتمع الغربي. إذن هذا العنصر على مستوى الاستراتيجية الإيرانية، أي أنها لا تتعامل مع هذه الأذرع، ولأنها تريد السيطرة وتريد أن تدير المنطقة. المسألة ليست مسألة دعم، إيران تريد المنطقة كمجالات إيرانية. العراق الآن برمته مجال إيراني، هم يريدون أيضا الحوثيين يكونون ليس فقط جماعة مؤيدة من إيران، بل تدير الجغرافية، وهذه الجغرافية جزء من المجال الإيراني. على المستوى الحوثي أيضا يريد يخدمه الإعلان، لأنه رغم أن هناك رصد وهناك متابعة بأن القصف لا يأتي من اليمن، يأتي من الجغرافية الإيرانية، سواء كان في بغداد في العراق أو في سوريا أو في أي بحر، في الجغرافية وحتى التجسس وجمع المعلومات يأتي من داخل هذه الجغرافية الإيرانية، كما يعتقدون أنها مجالات تابعة لهم. الحوثي لابد أن يستمر بهذا التصريحات ويصر لأسباب كثيرة، منها أولا يخفف الضغط على إيران، بمعنى أنه يتحمل جزء من هذه المسؤولية، رغم أن الدول الكبرى تدري يعني لديها من الرصد ما يجعل تحديد الانطلاق أمر في غاية السهولة. أيضا هذا يعمل على مشروع آخر، ندية
الوقود الحوثي مقابل السعودية ومنظومتها الصاروخية وسلاحها، هذا يؤدي إلى حفاظ الحوثيين على جماهيرهم العقائدية وغير العقائدية باعتبارهم يعني قادرين على مواجهة السعودية ودول ما يسمى العدوان، وبالتالي هذا يخدم الحوثيين على المستوى النفسي والحفاظ على الجماعات، وأيضا في إطار التفاوض في المستقبل كجماعة طيب. ندية، وهذا طموح يعني خدمة الحوثيين. وهناك تصريح يقول نحن أوقفنا الضربات في قضية أو في ما يتعلق بتسيير جماهيرهم، هذا أفهم منك الهدف. طيب أعود إليك سيد الحسني، إذن كما تفضل الدكتور سمعت ما قال، أنت تقول أن السعودية سبق لها أن سأسأل الدكتور، نعم دكتور عبد الباقي، يعني فيما يتعلق بأن السعودية سبق كما قلت وأن اعترفت بهجمات قام بها الحوثيون، لماذا إذن تفترض أنها ستكذب الآن؟ يعني ليست مشكلة لديها أن الحوثيون يستهدفونها، لكنها الآن تقول أن إيران هي من استهدفها، إذن لماذا تعتقد أن السعودية ستكذب في ما يتعلق بهذه النقطة؟ نعم، قبل أن أرد عليك على هذا السؤال، هناك ثلاث نقاط أعقب بها على الدكتور عبد الباقي شمسان. أولا، موضوع قد نختلف معه في موضوع هم ينظرون إلى مسألة إيران وأذرع إيران، قد نفهم المسألة بمنظور آخر، يعني أنه وحتى موضوع الهيمنة الإيرانية، وإن كان هذا ليس موضوعنا الهيمنة الإيرانية يعني هو في السياق وأذرع إيران تفضل. وهذه النظرية التي أنتجتها السعودية. النقطة الأخرى، الموضوع أن حزب الله هو الذي يدير الحوثيين، يعني هي ليست، وربما تحليل من الدكتور عبد الباقي شمسان، ليست معلومات على الإطلاق وأبدا. يعني أليس هناك خبراء من حزب الله موضوع في اليمن؟ أنه نعم، أليس هناك تواصل مع الحوثيون مع حزب الله وأنت في بيروت وتعلم ذلك؟ أنا في بيروت وأعلم ذلك، لم لا يستطيع أحد أن يثبت أن هناك خبراء، وأن حتى السعودية نفسها وحتى تواصل أن تثبت. صحيح أعطت في فترة من الفترات، هذا شيء يعني موضوع أن يكون هناك علاقة وحتى ضمن محور واحد طبيعي نعترف به ونقول أنه نحن نعمل ضمن محور واحد، وهذا أمر لا ليس مخجلا وأمر اعتيادي جدا. السعودية تستعين بالولايات المتحدة الأمريكية، تستعين بدول وحلفاء، وتستعين أيضا بمجموعات مسلحة، واستعانت بالقاعدة، وأكثر من ذلك تستعين بكل شيء. واليمن يتعرض لحرب، وإذا اعتبرنا يعني ليس اليمن فقط، يعني هناك مثلا حركة أنصار الله تتعرض لمحاولة يعني طمس نهائي، فلا بد من وجود يعني تحالف قوي. اليوم إيران تعترف بالدولة اليمنية ولديها سفير الأستاذ إبراهيم الديلمي، وقد يكون هناك تعاون عسكري معلن، يعني هذا لن يكون مستبعدا في المستقبل وليس خللا على الإطلاق، طالما أن السعودية تستعين بدول وتستعين بالجنجويد السوداني ومجموعات وتغزو اليمن، فلا بد من، ولديها أسلحة وتجلب أسلحة من أوروبا وتجلب أسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، وتحاصر اليمن وتريد أن لا يحصل اليمن حتى على أسلحة. ثم موضوع التي النقطة يعني في غاية الأهمية، أنه موضوع إذا كان كل ما يحصل ليس من اليمن، فإذا على السعودية أن توقف هذه الحرب على اليمن، وأن هي النقطة هي المسألة أخرى دكتور سيد طالب، هي المسألة وأن ليست أن الاستهداف على اليمن، هي المسألة وأن ليست اليمن لا تقول تمام. السعودية يعني أولا التحالف يعني العربي يقال على أنه نعم. تدخل لإنقاذ الشرعية أو إعادة الشرعية إلى صنعاء. النقطة الثانية، السعودية لم تنكر، وهذا سؤالي كان لك في الأساس، السعودية لم تنكر أن الحوثيون يستهدفونها، لكن هي قالت أن هذا الاستهداف الأخير لأرامكو، أو على الأقل ما يعلن في وسائل الإعلام، لم يكن من قبل الحوثيين،
سؤالي كان لماذا ستكذب الحوثي السعودية وهي التي تعترف بهجمات الحوثيين السابقة؟ نعم أقول لك لماذا. السعودية هذه الهجمة حقيقة هي كبيرة جدا، لا تتوقعها السعودية، وهذا انكشف كبير لهشاشة السعودية والضعف السعودية. هذا مخزونها النفطي الذي كان يعني هذه تقنيتها النفطية، معاملها النفطية التي كان يجب أن تكون محمية إلى درجة كبيرة جدا. إذا كان نصف النفط السعودي ذهب في ضربة، فلا يمكن على الإطلاق أن تعطي السعودية هذا النصر وهذه القوة وهذه الضربة العنيفة لما تعتبرهم 5% وما تعتبرهم ميليشيات مسلحة. حتى الآن كانت لا تزال السعودية أحيانا تطلق لفترة طويلة تطلق على الصواريخ أو الذي يصل إليها بالمقذوفات يعني. فالسعودية لا تريد أن تعطي الجماعة انتصار لأنه ضربت هدف عسكري، هدف ليس عسكري، حيويا مهما وقاتلا يتعلق برأس مال السعودية. هي قوة السعودية أرامكو. السعودية ليست جيش، وأثبتت الأحداث الأخيرة أنه جيشها لا يستطيع أن يقاتل. هي جلبت ما يقارب 50,000 يقاتلون عن جيشها في الحدود اليمنية السعودية، وجيشها لا يعني ضعيفة جدا عسكريا. فإذا كانت بهذه الهشاشة فهذا سيكون يعني انفضاح كبير للسعودية وللسلاح الأمريكي. لابد يعني من أجل ذلك كذبت السعودية بدون أدلة حتى الآن حقيقة، من يعني أجل بهذا الافتراض، ومن أجل ذلك كذبت السعودية. إذا كانوا بكل تأكيد. الأمر الآخر أن هناك تحشيد على إيران. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي تبحث عن مبررات للضغط على إيران، ليس العمل العسكري. الولايات المتحدة لن تدخل في عمل عسكري على الإطلاق مع إيران، إنما هي أخذت الموضوع العقوبات وإيصال إيران إلى مستوى الانهيار الاقتصادي. هذه هي الاستراتيجية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية. فالجميع متفق على أنه ضرورة تحميل إيران، ولديهم اليوم استراتيجية أنه إذا مثلما يعني يفهمون أنه لابد من ضرب القلب، لابد من ضرب إيران وإضعاف إيران، وبالتالي سيضعف ما يطلقون عليها أذرع. يعني برأيك سيد الحسني، ليس يعني أفهم منك الآن من ملخص كلامك أن الحوثيين لا يفعلون ذلك، لا يقولون أنهم استهدفوا السعودية لتحشيد وللتحشيد للمقاتلين وللإظهار لجماعتهم أو لمؤيديهم أنهم بهذه القدرات العسكرية وأنهم هزوا السعودية والاقتصاد العالمي. هذا الأمر مستبعد برأيك؟ هذا ما أفهمه من كلامك. ليس مستبعد يعني، ليس مستبعد، لكنهم لن يكذبوا من أجل هذا العمل. طيب أولاً خلص دعني أنقل النقطة أيضاً للدكتور عبد الباقي. أكثر من مرة طائرات مسيرة صور، وأنا قلت لك أنه الصورة يعني حتى السعودية أعلنت سلسلة غارات قالت أنها تستهدف مهناجر لتجميع الطائرة المسيرة. طيب. ثم التقنية موجودة. طيب. أعود إليك يعني دكتور عبد الباقي. وتجرب حزب الله والمقاومة الإسلامية ليست معجزة. نعم. أعود إليك دكتور عبد الباقي. يعني يبدو أن مسألة تبني العمليات التي تستهدف السعودية تبدو مسألة هامشية. يعني طالما أن فعليا الحوثيون سبق لهم وأن استهدفوا السعودية واعترف التحالف بذلك، وكما يقول سيد طالب الحسني يقول أن السعودية في أكثر من مرة أعلنت استهداف أماكن صناعة طائرات مسيرة، إذن فلماذا المسألة مهمة لهذه الدرجة على مسألة تحديد أو تبني هذه العملية من عدمه؟ أولا شاكرا لك، أرجو التوازن في الوقت حتى أكون لدي الوقت الكافي للرد. بالنسبة أولا أعقب على الضيف وأقول أنا لا أدافع عن التحالف العربي ولا أدافع عن بمعنى أتحدث عن التحالف كما هو في اليمن. في فرق بين التحالف والاستعانة بالدول بعلاقات ندية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، في فرق بين أن تكون جزء من المنظومة العقائدية وأداة تنفذ استراتيجية للمركز الإقليمي. هذا فرق. الحوثيين جزء من
لا ينفذون أي عمليات إلا بالتخطيط والترتيب وتحقيق الهدف للمركز، وليس العلاقة علاقة تحالف بين الحوثيين وإيران، هذا في غاية الأهمية. استهداف أرامكو هو هدف قبل، طبعا هناك معارك عسكرية، وبالتالي استهداف أرامكو جاء لتحقيق الهدف للمركز، وهو انطلق بعمليات مضبوطة، لأن إيران صرحت وقالت أنه في حال عدم إعاقة تصدير النفط الإيراني فإنهم سيوقفون كل تدفقات النفط في المنطقة، وهذه رسالة مهمة من إيران، وجعلت الحوثيين يتبنون باعتبارها رسالة. هذا مجرد نموذج، بينما قد يقصف الحوثيين من الجغرافيا اليمنية وقد يأتي قصف بحري، وهذا طبيعي لأن إيران تتعامل مع هذا المجال. للأسف الشديد السعودية لا تتعامل، اليمن دولة وليس ميليشيات، اليمن دولة للأسف الشديد، سلطتنا دولة عليها كانت تتعامل في إطار ميثاق الأمم المتحدة، بينما الحوثيين ميليشيات انقلابية عقائدية سلالية، علاقتها ليس علاقة ندية بين دولة ودولة، وإيران تتعامل معها ك جزء من الجماعات التابعة لها. لا يمكن لنا أن نقيم أن نتحدث عن علاقة ندية ومساوية بين إيران وجماعة انقلابية سلالية جزء من المنظومة التابعة للمركز، هذا في غاية الأهمية. إذن الأهداف هنا تتداخل بين الأهداف الإقليمية، وكما قلت لك هناك تكامل، لأن عندما كان هناك حصار لإيران وكان هناك تهديد، خطب حسن نصر الله في بيروت وتحدث أنه سيقصف، ويعني عبارة أخرى نتحرك في إطار هذه المنظومة الإيرانية في هذه الجغرافيا العربية. وللأسف الشديد المملكة العربية السعودية ودول ما يسمى بالتحالف الثنائي الإمارات السعودية والخلافات العربية البينية هي التي مكنت إيران من أن توجد وأن تصنع لها أذرع، وهي ما زالت تعمل حتى على تغيير البنية الديمغرافية في بلدان الخليج العربي، وأيضا تؤسس لجماعات مماثلة ومشابهة لحزب الله وأنصار الله في السعودية والبحرين وفي المستقبل في الإمارات وفي بعض الأمارات. طيب دكتور، يعني من خلال تبني هذه العملية من قبل ميليشيات الحوثي، ثم يعني يفهم من ذلك يعني الافتراض أن الميليشيا تؤكد لأتباعها أنها قادرة على مواجهة السعودية، وبذلك تكسب تأييد اليمنيين بوجود هذا الحال الصعب بداخل البلاد، لكن ماذا عندما تظهر حقيقة أن الاستهداف لم يكن من الأراضي اليمنية، لم يكن من قبل الحوثيون، وأن المنفذ في الحقيقة هم ناس آخرين، ألن تنكشف الجماعة بهذا الشكل أمام جمهورها ومن يتابعها ومن يصدق ما تقول؟ جميل. أولا ليس الهدف فقط الحفاظ على الجماهير، والهدف هو الهام هو أن تكون الحوثيين في علاقة ندية من السعودية، بحيث أنه يتم التفاوض بشكل مباشر، حتى وإن كانت العمليات إيرانية، ولكن في الأخير الذي يواجه السعودية هو إيران. ومن هنا يقول لهم إذا أردتم إيقاف الضربات سواء من صنعاء أو من البحر أو من العراق أو من أي مكان آخر، عليكم بالتفاوض بشكل مباشر مع الحوثيين وتجاوز المرجعيات الدولية. هذا أمر واضح، وهذا طموح الحوثيين الذين يريدون الانتقال إلى حكومة وحدة وطنية، ومن ثم استدعاء بعض الجماعات السياسية والكيانات ليس لديها ميليشيات، والهيمنة على المجال على شكل حزب الله كمرحلة أولى، ثم الهيمنة. لكن ما نشاهده الآن هو تفاوض عالمي مع إيران، كإيران مصغر. ما نشاهده الآن هو تفاوض عالمي مع إيران. لا، دقيقة دقيقة لو سمحت، ليس هنالك تفاوض عالمي مع إيران، هناك تحديد خطوط إيران في المنطقة، بمعنى ينبغي أن تكون إيران بديل لإسرائيل كمهدد أول، بحيث يتم التسليح والتعبية وخلق ناتو سني. هذا الناتو السني جزء منه إسرائيل، بهدف أنه إسرائيل تكون جزء من المنظومة، وإيران تدرك هذا وتلعب هذا وموافقة على هذا، ولن تطلق
طلقة رصاص على إسرائيل. إيران تدرك الاستراتيجية الغربية، فقط الغرب يريد تحجيمها ولن تدخل ويدخل معها الغرب. لماذا؟ لأن المعركة وفقا للدراسات لن تتم إلا بعد إنشاء الأنبوب الممتد من السعودية حتى المهرة. والإيرانيين أرادوا أن يوصلوا رسالة للسعوديين، حتى لو أنشأتم الأنبوب الممتد حوالي 900 كيلومتر بين السعودية حتى بحر العرب، فإننا سنقصف الهيئة التصنيعية برمتها، يعني الحقول والخزانات. وهذه رسالة خطيرة. الآن إيران المسألة لا تتجاوز الحوثيين. الحوثيين بالنسبة لسؤالك، يعني بس لو سمحت، يعني إيران قدمت رسالة للأمريكان والسعوديين أن الأنبوب لن سيوقف التدفق، سنوقف التدفق ولن يفيدكم الأنبوب البحري الممتد 900 كيلومتر ويسمى مشروع الملك سلمان. بالنسبة بخصوص انكشاف الحوثيين، أنت كما تعلم هناك هيمنة إعلامية، وإذا كانوا يؤمنون أن عبد الملك الحوثي ولي الله ويؤمنون بالقرآن الناطق ويعود اليمنيين. حدث انقطاع في الصورة. أعود إليك سيد الحسن، يعني فيما يتعلق بالنقطة أن يعني عندما يحدث نوع من في نهاية المطاف عندما يقول الحوثيون أو يحاولون القيام بهذه العمليات ويتبنونها ويقولون أنها تأتي في إطار وطني ردا على العمليات السعودية في اليمن، في نهاية المطاف ما نراه على أرض الواقع أن هذا الأمر ليس إلا ورقة ضغط تستفيد منها إيران في نهاية المطاف في مفاوضاتها مع الدول الكبرى. لماذا يحدث ذلك؟ هذا استنتاج لكم يعني، أما الحقيقة على الإطلاق هذا استنتاج بالنسبة لكم أو للبعض يعني. وأنا أستغرب حقيقة يعني من نزع القدرة على الآخر، يعني لدرجة أن حتى أني تصورت أنه ما يحصل في صنعاء فقط روبوتات يتحركوا بمشيئة إيران وبإرادة إيران. هذا كلام الإيرانيين يعني وفقط. الإيرانيين قالوا أن يعني الحوثيين هم شيعة الشوارع، يعني ليس كلامي. لم يقول إيران، لا يقولون، لم يقولون ذلك، لم يقولون ذلك، يمكن أن يعني كل هذا كلام خرافي. لم يقولوا ذلك لا رسميا ولا، وإن قالها أحد الشوارعيين هذا طيب. لا يمكن. الأمر للمشاهدين ليحكموا، تفضل ليحكموا بيننا. نعم اليمن أول لحظة، نعم اليوم اليمن تعرض لحرب ليس من مجموعات يعني، وليس من السعودية فقط. السعودية جمعت تحالف من 13 دولة، من 12 دولة، وجاءت في مرتزقة، وجاءت بالسودانيين، وجاءت وجندت القاعدة، وجندت الشرقي والغربي والكل. هل هناك حرس ثوري يقاتل في 40 جبهة ويمنع السعودية من التقدم ويمنع هذا الغزو السعودي التقدم؟ لا على الإطلاق. فإذا الحوثيون هل هم بهذه القدرة الذي يواجهون السعودية لمدة 5 سنوات هم فقط ينفذون ما تريده السعودية، ما تريده إيران؟ كلام لا يمكن أن يفهم إلا إذا كان هناك تعصب أعمى وتحيز لا يمكن أن يخدم البلد. لا يمكن على الإطلاق أن ننتزع من القوى الوطنية التي دافعت عن اليمن في مواجهة الغزو السعودي الإماراتي الأمريكي المدعوم أمريكياً، وأن ننتزع منها الصفة الوطنية تماماً ونعتبرها ميليشيات انقلابية وما إلى ذلك. كان في اتفاق السلم والشراكة الوطنية بشهادة جمال بن عمر في مجلس الأمن الدولي في آخر إحاطة له، أنه كان الجميع على مشارف اتفاق. نحن نعترف بثورة، نحن اليوم نحتفل بها، ثورة 21 سبتمبر، هذا رأينا وهذه رؤيتنا، ونحن حضرنا ثورة 2011 إلى الساحات، ربما الجميع يعلم أو الذي كان يعرف، ووجدنا أن الثورة هذه تختطفها السعودية بمبادرة خليجية، تعزل من تريد وتقسم السلطة على من تريد، والسفير يمثل حاكماً في صنعاء وليس سفيرا. هذه
هذا كان عبث الذي يجري. نحن وجدنا الثورة تحققت عندما تم إسقاط قوى الفساد، تم إسقاط الوصاية الخارجية السعودية، تم إسقاط الهيمنة الأمريكية. هنا وجدنا أنفسنا أمام ثورة حقيقية وتغيير حقيقي، يجب علينا أن نعترف به، ويجب علينا أن نعترف أن هناك تغيير، سواء أراد طيب الآخر. إذا كان العمل وطنياً كما تقول سيد الحسني، أو إذا أن يوصفه باعتباره باعتباره ومن منفعة الوطنية يا سيد الحسني، إذا كان العمل هذا الاستهداف وطنياً، وإذا كانت الفكرة مواجهة السعودية، ليس إذا لماذا الآن اليوم أو قبل قليل سمعنا الخبر على أن الحوثيين يعملون على وقف العمليات الموجهة للسعودية؟ إذا كان العمل وطني، ما تقولون أنه عدوان لم يتوقف إلى الآن على الأراضي اليمنية، فلماذا إذن أوقف الحوثيون عملياتهم العسكرية واستهداف المناطق السعودية؟ هم سموها مبادرة، إذا تلقفت السعودية وأوقفت عدوانها وإلا ستعود الأمور إلى سابقة. هي مبادرة وحسن نية ومبادرة في وقت مهم جدا بالنسبة للسعودية، يعني عندما تصل إلى مشارف النصر إن صح التعبير، عندما تضرب أرامكو اليمن يريد السلام. هل من المنطقي هذا الكلام سيد الحسن؟ طب من الطيب، هذه من الممكن، من الممكن على الإطلاق، من الممكن اليمن يريد السلام، وما يقوم به حتى الضربة السعودية ليس هدفا وغاية نهائية، هي رد على ما تقوم به السعودية، وهناك التزام باتفاقيات مشتركة، وهناك التزام باتفاقيات. يعني يا سيدي، وصل كما تقولون الحوثيون إلى أنهم في مفاوضات الكويت سلموا حتى بالمرجعية الثلاثة الذي يلوك السعودي بين فترة أخرى، وتنصل الطرف الآخر منها ولم يقبلها، ولم وكان يريد فقط أن يقبل بأن هنا انسحاب مذل وتسليم مذل. إذا كان محمد بن سلمان في أكثر من مرة والسعودية يقول أن ما يقوم به هو لمنع قيام حزب الله في جنوب السعودية، هذه معركة تنتزع منها الشرعية التي هي ممنوحة. نحن لا نعترف بشرعية التحالف بكل الأوصاف ولا بما يعطى، ولكن السعودية نفسها تعلن أهداف غير ما يسمى إعادة الشرعية وما إلى طيب ذلك. طيب فيما يتعلق في هذه المبادرة سيد الحسني، أنا لا أتحدث عنه ولا أريد أن أتحدث عنه. دعني أسأل دكتور عبد الباقي شمسان، كيف تجد، يعني هل من المنطقي برأيك دكتور كما يقول السيد طلب الحسني أن إعلان وقف العمليات العسكرية التي تستهدف السعودية من قبل الحوثيين هو مبادرة من قبلهم، وينتظرون بالمقابل من السعودية أن توقف ما يسمونه عدوانا على اليمن، أنت كيف تجد هذا الإعلان اليوم؟ أولا دعني أرد بشكل بعقالة أن الحوثيين لم يصمدوا كل هذه الفترة لقوتهم ولشرعيتهم. اليمن تعرض إلى محاولة غدر من قبل التحالف الثنائي وليس التحالف الثلاثة عشر، هذا التحالف مجرد حتى تسوق كما لعبت أمريكا في التحالف لاستهداف العراق. السعوديين استخدموا دكتور هذا ليس موضوعي الآن، التحالف ليس موضوعي الآن، بينما هو تحالف ثنائي. الموضوع الآن الحوثيون وتبنيهم لهذه العملية، يعني عندما نتحدث على أن الحوثيون يقولون أنهم سيوقفون استهداف الأراضي السعودية في الوقت الذي ضربوا فيه أرامكو كما يعلنون على الأقل، هل أنت تجد أن هذه المبادرة منطقية أم لا؟ لماذا لا تنتظر حتى أتي لجوابك؟ أقول لك أن هناك من طول هذه المعركة لأربع سنوات لأسباب تتعلق بالسيطرة على الجغرافيا والمؤسسات اليمنية، هذا عنصر. العنصر الآخر، لا علاقة للحوثيين بثورة 2011، كل مشاركتهم والحديث عن اتفاقيات مجرد تكتيك للوصول للانقلاب و21 سبتمبر. بالنسبة لإيقاف هذه المبادرة، الهدف منها امتصاص الضغط الدولي مع اجتماع الأمم المتحدة مع التحركات الدولية مؤقتا، بينما طلب وأنهم يحملون مشروع سلام وأنهم يبادرون للذهاب بتسوية. التسوية مع ماذا؟ يتعاملون كأنهم دولة، كأنهم سلطة موجودة تتحاور بندية، يعني بعيدا عن السلطة الشرعية.
بمعنى أنهم يواجهون الآن السعودية وعليكم أن تلتقوا بنا، وهذا هدف منذ اليوم الأول للانقلاب ونسمعه في كل تصريحاتهم. بالتالي هذا خطاب ترويجي كما يتحدثون للداخل اليمني، فلتعود ونتحاور نحن كيمنيين. الحوثيين لا يمكن أن يتعايشوا إلا مع الحوثيين، لا يمكن تتعايش هذه مجموعة انقلابية سلالية لا تتأسس على المواطنة، تنتمي في مرجعيتها إلى القرون الغابرة. هذه الجماعة لن تؤمن بالديمقراطية ولا بالجمهورية، لأن استمد الشيء السيد ما يسمى بقائدهم شرعيته من النص الإلهي. هذا أي شرعية نحن؟ هذا كلام لا يمكن قبوله وتسويق. لذلك يا الحوثيين، جماعة انقلابية وميليشيات تابعة عقائدية لإيران وانقلبت على الجمهورية وأفقدتنا الدولة وكل ما كنا كسبناه في إطار الدولة، وبالتالي لا يمكن يقبلوا بالآخر نهائيا. لديهم طيب يريدون طيب إذا كانوا يعني قد يفهم البعض. طيب فيما يتعلق هل ميليشيا الحوثي، يعني هل ما تقوم به ميليشيا الحوثي يخدم أجندتها؟ هل هذا عمل وطني وإن كان أجندتها الشخصية، أم برأيك الخاص، أم أنهم أجندة لمشروع خارجي إقليمي ليسوا مشروعا وطنيا خالصا؟ حتى أعود إلى السيد الحسني. أولا لا يمكن إضفاء كلمة وطنية على الحوثيين، لا يمكن، لا علاقة لمفردة وطنية بالحوثيين والعقائديين. هذه جماعة عقائدية أول أهدافها اجتثاث المواطنة، أول أعمالها أنها تابعة إلى مركز إيراني عقائدي، أول أعمالها تمزيق تقسيم اليمن إلى جزئين، تقسيم اليمن إلى سنة وشيعة، تقسيم اليمن إلى مناطق، تقسيم اليمن إلى تراتبية اجتماعية قد كنا تخلصنا منها تقوم على تراتب المجتمع اليمني إلى فئات ويتربع أعلاها على السلالة، وبالتالي لا يمكن لنا أن نضفي وطن. ولا هذا خطاب إعلامي العدوان، ما عدوان، هذا كلام، هذا خطاب لا يمكن قبوله. طيب. هذه جماعة انقلابية على السلطة الشرعية وعلى الشعب اليمني. ما رأيك سيد الحسني فيما يقول الدكتور عبد الباقي؟ جمهوريته لا يمكن أن نحتكم. أنقل كلامك دكتور إلى السيد الحسني، ما رأيك؟ يعني طبعا الموقف الدكتور أنا أعتبره موقف شخصي، انطباع شخصي، حتى لو كان معه جماعة يفكرون بهذه الطريقة، هذه طريقة قد نعتبرها مواقف، انطباعات، رؤية شخصية، مزاج شخصي. لهم الحق أن يصفوا الآخر بالطريقة الذي يريدون، وللآخرين الحق في أن يصفوا أنفسهم بما يريدون ويصفوا الآخرين بما يريدون. وعلينا أن ننظر إلى الممارسات الفعلية التي والتطبيقات العملية التي يمكن أن تكون، يعني هنا تكون النقطة الحقيقية. يعني ما نلاحظه الآن في القوى أنا أسميها أنصار الله، تحالفت مع أحزاب سياسية، وفي العاصمة صنعاء هناك مجلس نواب وتدير الدولة، لا تسوق لعنصرية سلالية كما يقولون، في إطار جماعتهم، جماعة أنصار الله، في إطار أنصار الله لهم الحق أن يمارسوا ما يريدون من العقائد، من الشعائر، من الأفكار، لهم الحق، لا يفرضونها على أحد، لا يمكن على الإطلاق أن يتم فرضها على، يعني حتى تكون قوانين ودساتير. لكن هو يقول أنها ليست وطنية في نهاية المطاف، هي جماعة يعني لا تملك أهدافا وطنية. سيد الحسني، هذه هي المشكلة، هذه هي المشكلة كما يقول. هذه رأيه، هذا يعني هذا أنا رأي. طيب ما هو رأي الناس؟ ما هو رأي الجماهير اليمنية؟ هذا رأيه. لا علينا أن اليوم علينا أن نقول ما رأي الجماهير اليمن. أنا أقول لك، هل يمكن اليوم القول أنه ليس هناك جماهير لهذه الحركة والعاصمة صنعاء؟ ليس هناك من يؤيد هنا؟ حتى ترامب له مؤيدون، حتى إسرائيل لها مؤيدون، المشكلة ليست هنا، يعني كما يقول كثيرون. بالطبع، يعني خلص، يعني أما أن لا يمكن، إذن لا يمكن أن ينفي أحد
وأن يكون هذا النفي هو القاطع الفاصل. أنا أقول لك، أنا لا أنكر أن هذا رأي كثيرين يمنيين وغير، ويقاتلون وموجودين يقاتلون في ساحات رأيهم، ويقاتلون أحيانا تحت طابع ديني عقائدي مذاهبي وغير ذلك. وهناك من يعتقد أن عبد رب مصر هذه له شرعية ويقاتل، لكن نحن نقول بكل وضوح أن ما يحصل اليوم واستجلاب التدخل الخارجي واستجلاب واستدعاء تدخل قصف اليمن ودمر اليمن وأباد اليمن وقتل اليمنيين وعبث بجغرافية اليمن السياسية والعسكرية والجغرافية وكل ما له علاقة باليمن تحت مبرر القضاء على مجموعة، القضاء على فصيل سياسي، القضاء على فصيل عقائدي فكري تماما. لا يمكن أن ننزع الوطنية من اليوم من القوى التي ذهبت وقاتلت مع السعودية وتقاتل في الحدود على مع اليمن مع السعودية، لكن بالمناسبة هذا ما يفعله قادة الجماعة عن السعودية. ونقول هنا هذا ما تفعله قادة الحل الجماعة، لا يفعلون ذلك، لا يفعلون، لا لم يقولون خوانا. إذا ما هذه المحاكمات الموجودة في صنعاء؟ لم يقولوا، على الإطلاق، لم يقولوا الخائن، على الإطلاق أنه يجب إبان، لم يقولوا على الإطلاق يجب إبادة الإصلاح، يجب إبادة السلفيين، يجب إبادة الناصريين، يجب إبادة العلمانيين. لم نسمع هذا الخطاب، على الإطلاق. الذي يقول ذلك هو الذي يستدعى تدخل الخارجي، والذي يقول أنه سيشنق قادة، بالحبال قادة أنصار الله في باب اليمن. هذا الأجنبي الإماراتي أو الكويتي أو السعودي وسمح له يمنيا من يمنيين أن يفعل ذلك وأن يقدم هذا الخطاب لإخوة لتيار، حتى لو كان يختلف معه، حتى لو كانت نظرته تماما مثل نظرة الدكتور عبد الباقي شمسان لأنصار الله، أنا لا علاقة لي بنظرته، هذا نظرته الشخصية وانطباعه الشخصي وانطباع كثيرين بالطبع، ولكن هناك آخرين. يعني وكأنك تتحدث عن جماعة قد أكون أنا لا أعرفها سيد الحسيني، لكن سأسأل الدكتور عبد الباقي إذا كان يملك نفس الانطباع الذي أنت تقول الآن عن هذه الجماعة. يا أخي لك حرية. طيب أنا أعتبر ليس لي رأي الآن في هذه النقطة. سأسأل الدكتور عبد الباقي. دكتور عبد الباقي، هل توافق على ما تفضل به دكتور السيد الحسني فيما يتعلق بأن جماعة الحوثي في نهاية المطاف لم تقل، يعني لم تخون، لم تقل على أن الآخر اليمني الآخر الذي استدعى التحالف على أنه غير وطني أو خائن أو كذا؟ جماعة الحوثي كما يفهم من كلام السيد الحسني جماعة سلام يا أخي. أولا دعني أقول أن هذه ليست رأي شخصية، هذا مقاربة وتوصيف نظري، يعني لديه بعد وطني وليس آراء شخصية. لا يمكن لنا أن تصف الشرعية والمجتمع اليمني بأنه يعني تنفي عنه الوطنية وتعود إلى جماعة سياسية عقائدية، إلى جماعة تستمد شرعيتها إلى خطاب ديني، إلى جماعة توظف. هذا المشروع الحوثي مشروع، لو سمحت أكمل بس، مشروع لاستعادة الثورة وثورة مضادة لثورة سبتمبر عام 1962. هؤلاء كل هذه التضحيات وتدمير البلد وهذا القتال من أجل أن تعود الأسرة الإمامية إلى الحكم، لا علاقة لهذه الحركة لا بالعمل السياسي ولا بالعمل المدني ولا بالتسامح. الحوثيين لا يتحدثون عن، لكن ينفذون، يضعون الصحفيين دروع بشرية، يضعون السياسيين يخفيهم قسريا، يضربون أمهات المساجين والمختفيين، يقتلون الشعب اليمني، يفرضون تيارهم وعقائدهم وفي الجامعات، يغيرون المناهج المدرسية ويغيرون الذاكرة الوطنية للشعب اليمني، يحاصرون تعز، يقصفون تعز يوم العيد ويقولون هذه هدايا العيد، إلى يصفون أبناء تعز بالدواعش، يقتلون أبناء المناطق الجنوبية ويتحركون باتجاههم. أي سل من يتحدثون، يتاجرون بأقوات الشعب اليمني، يسرقون المساعدات،
يسرقون البنك المركزي، ينهبون البلد، ينهبون السلاح، يشوهون الذاكرة. أي مشروع؟ هذا مشروع خراب، مشروع إمامي سخر كل هذا لعودة أسرة إلى الحكم. وأنا أقول للضيف، أقول أنا لا أتحدث عن آراء شخصية، الشعب اليمني لن يقبل هذا المشروع، وهذا المشروع طال الزمن أو قصر ستعود الجمهورية وتعود جمهورية المواطنة. هذا مشروع قطع مع الشعب اليمني. الآن هم صمدوا 4 سنوات، ليس شكرا صمودا. لك دكتور. إذن لو سمحت، ليس صمودا. وصلنا إلى نهاية الحلقة، يعني الحديث والحوار أخذ مدى. أشكرك على تواجدك معنا دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء. شكر موصول لي السيد طلب الحسني الناشط السياسي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من بيروت. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري. إلى اللقاء.